السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة عامل معاكم مطوية، مطوية من الورق المقوى او ورق اللوحات. هنعمل مطوية جديدة بشكل جديد، شكلها جميل جدا. هوريكم شكلها في البداية كده عامل ازاي، بعدين هوريكم ازاي انا عملتها. هو ده شكلها. طبعا الورق ده القلوب دي بيتكتب فيها، فمش هنفضل بقى ان احنا نقلب كده علشان نكتب، احنا بنخلص. شايفين شكلها؟ هوريكوا شكلها تاني. طبعا بتكتبي فيها الحاجة المطلوبة منك او اللي حابة تكتبيها، وبيكون شكلها او نظامها كده. ممكن كمان تعمليها تهديها لصديقة ليكي وتكتبي فيها اي حاجة انت حاباها. انت شفتي شكلها، هوريكم بقى الطريقة بتاعتها ازاي. عشان نعمل شكل القلب، انا عملته معاكم قبل كده كتير بس هعمله معاكم تاني النهارده. هنجيب ورقة عادية، ورقة كراسة، هنرسم فيها شكل القلب كده في النص بالحجم اللي احنا عاوزينه. بناخد بنثني الورقة على النص وبنعمل نص قلب وبنقص الشكل معانا. بالمقاس اللي انت حباه على قد الحجم بتاعك اللي انت حابة تعمليه، هتصغري او تكبري القلب، هيطلع معايا القلب بالشكل ده. انا باخده بحطه هنا على الفوم على اللوح وبحدد حواليه واقص الشكل، هيطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قصه معايا كده كام ورقه، هوريكم بقى انا عملتها ازاي. انا هاخد مقاس القلب كده على اللوحه، وهاخد منها جزء بالطول. طبعا انت حددي بالمسطره عشان يطلع مظبوط معاكي، لو مش هتعرفي تقصي كده على طول. هنا المقاس معايا مظبوط، لو في زوايد بس كده هشيلها. هبدأ اثبت اول ورقة معايا على اللوحة كده من تحت. معلش كنت بجهز معايا مسطرة. انا خلاص خدت لزقت القلب الاول. هبدأ من بعد القلب كده، هقيس 1 سنتي. هناخد خط بعد القلب اللي احنا لزقناه خلاص، وهنقيس 1 سنتي بعدد القلوب اللي انت هتعمليها، عدد الصفحات اللي انت هتعوزيها للكتابة.
حددتهم كده وعصرت بالمسطرة. كده خلاص احنا حددناهم. الخطوط اللي حددناها دي هنعمل ايه؟ هنتنيها بالشكل ده كده، هنتنيها على الخط. شايفين يا بنات انا بثني كده على الخط اللي انا محدداه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بنثني كل الخطوط اللي احنا حددناها زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ بقى نلزق القلوب. هوريكم هنلزقها ازاي. هنسيب خط، هنسيب الخط ده زي ما انتوا شايفين كده وانا بلزق ده. سيبنا اول خط، هوريكم هنا عشان تبان اكتر. بعد ما سيبنا الخط ده هنعمل على الخط التاني اهو، نحط الشمع او اي مادة لاصقة عندكم، برايت او اي حاجة بتستعملوها. نكمل بقى نفس الخطوات كده لحد ما نلزقهم كلهم. كده خلاص انا لزقت كل القلوب معايا. هاخد كده جزء بالعرض نسوي بس كده زي بعضه. هنيجي عند الجزء الاولاني كده اللي لزقنا عليه اول قلب وهثبته. انا ثبت كده في النص. هجيب
هجيب اللوحة لون تاني، هاخد المقاس اللي انا عملته طبعا منوع على 2 عشان لما نيجي نفتح المطوية ونقفلها. خلاص كده انا هبدأ اقص اللوحة. هشوف بقى الطول اللي هيناسبني. طبعا احنا مش بنرمي اي حاجة، اي جزء بتقصيه هتستعمليه في مطوية تانية او في اي شكل هتحتاجيه، خاصة لو انت في مرحلة تعليم او عندك اطفال بيدرسوا، هما دايما بيحتاجوا الوسائل التعليمية دي. كده خلاص المطوية جاهزة معايا، انا يدوب بس هلزق وهوريكم ازاي بنقلب صفحات القلوب دي بيكون شكلها ازاي. هنا كده انا مش هحط الشمع عليها كلها، انا بحطه على الاطراف بس، خط واحد كده من الجنبين. خلاص كده بقى الشكل النهائي معايا. هزينها بقى من بره بأي شكل انتوا حابينه. لو عاوزين شكل القلب ده، شايفين الأجزاء اللي أنا قصيت منها القلب، الأجزاء اللي فضلت معايا هتني برضو على 2 زي ما عملت القلب الكبير. وهقص منه قلوب صغيرة بالشكل ده. هبدأ أوزعها. أنا هنا كنت قصتها من شكل برضو من قطعة فاضلة عندي. أي جزء عندك، أي لون عندك استخدميه. زي ما قلتلكوا احنا مش هنعمل أي حاجة. هبدأ ألزقهم، وطبعا الجزء اللي في النص القلب الوسطاني ده بيكون أصغر في الحجم من التاني. نعمل واحد حجم كبير والتاني صغير، التاني بنسيبه متني زي ما هو وبنثبته في النص كده، بيدي شكل طاير زي ما انتوا شايفينه كده، بقى شكل شيكو جميل. هنلزق بقية القلوب وكده خلاص خلصت المطوية معاكم. شكلها سهل جدا وجميل، اتمنى انها تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات، وطبعا ما تنسونش من اللايك
والاشتراك لو مش مشتركين في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. الشكل بقى معايا، طبعا ممكن تعملي وردة او تعملي اي شكل انت حباه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.